انا اول مذيعة طلعت على شاشة ام بي سي 18 سبتمبر وقلت هنا لندن. 30 عاما من الانجازات والطموحات. هون الحدث الحقيقي، هيدا الاستوديو الحقيقي، هيدا المدرسة الحقيقية. نسترجع فيها ذكريات يحكوها لنا كل يوم نجم من النجوم. مين أهم شخصية سينمائية قابلتيها؟ أكيد المخرجين مثل مارتن سكورسيزي أو ستيفن سبيلبرغ. في مرة عم مكتوب لي إنه وفيديو كليب جديد لفتيات التوابل. مين فتيات التوابل؟ مين فتيات التوابل؟ خلينا نشوقهم أكثر على قصصنا وحكايتنا ما وراء الكواليس، وكمان النوستالجيا يلي عم نعيشها مع هالوجوه الحلوة. 30 عاما من ذكريات MBC، تابعه مجانا على شاهد.